يا اهلا بيكو يا ملوك التكنولوجيا. بقالنا اسبوعين ما نزلناش فيديوهات جديده. سوري يا جماعه الانقطاع، عندنا بروجكتس كتيره شغاله في حياتي اليومين دول، ولكن في خلال الاسابيع اللي جايه انتوا هتشوفوا قنابل جايه على هنا على القناه، منها اعلان كده صورناه مع انتل، منها فيديوهات اتصورت من سنه في تركيا، بقالنا سنه بنصور فيديو، حاجه جامده جدا. ففي قنابل جايه على القناه الفتره الجايه، فلو انت مش مشترك اشجعك وبشده انك تشترك، لان احنا راجعين وبقوه. والنهارده احنا جايين نتكلم معاكم من عنوان الفيديو على فيتشرز جديده نزلت في iOS 17. انا جات لي فرصه ان انا انزل البيتا فيرجن ده موبايل ايفون 11. بصراحه كنت خايف انزلها على 14، فاستغليت صديقي احمد معايا هنا في الاستوديو، فقلت له ايه، بقول لك ايه، ممكن انزلها موبايلك؟ فقال لي تمام. فنزلناها ايفون 11، ولكن الفيتشرز تقريبا واحده. والنهارده جايين نتكلم على اكتر 5 فيتشرز وفي كام واحده زياده كده روشين موجودين في الاي او اس 17. دلوقتي لما اي حد عنده اي او اس 17 يتصل بيك هيطلع له بوستر تخين كده بالصوره اللي هو اختارها لنفسه ان هي تظهر عندك. في العادي انت ممكن تحط الصوره الكونتاكت في موبايلك لما يرن تطلع لك صورته. لا لا لا، دلوقتي انا هحط صوره او هعمل بروفايل ليا انا على موبايلي، واي حد يرن عليا يظهر له الصوره اللي انا حاططها، زي كانها صوره الواتساب ولكن صوره فول سكرين، حاجه شكلها روش والديزاين بتاعها لذيذ قوي. على فكره متحمس جدا اجرب الموضوع ده. انت متخيل بقى انت بتقعد تكلم الناس، كل مره هتكلم شخص حتى هتلاقي الصوره الجديده طلعت لك على الموبايل مثلا وانت بتكلمه. الموقف ده بقى انا بعدي فيه كل يوم، او شفت الفيتشر دي انا انبسطت الصراحه ونفسي واتساب يعملوها. دايما حد يبعت لي فويس نوت وانا اقول له مش هعرف اسمع، انا جوه ميتنج، جوه محاضره، جوه حاجه، مش عارف اسمع فويس نوت دلوقتي. اكيد عملتها في وقت من الاوقات. دلوقتي ابلكيشن مسجز لما تبعت فويس نوت هتلاقي الفويس نوت دي مكتوبه ترانسكريبتد، يعني مكتوب لك محتوى المسج تكست، فانت مش محتاج اصلا تسمع الفويس مسج، حاجه كده تخلي دماغك تنبسط. ده بالاضافه يا جماعه لاروش ستيكرز، ودلوقتي الستيكرز بقى ممكن تعمل من لايف فوتوز. لو انت صورت الصوره لايف من موبايلك ممكن تختار الصوره دي وتحولها لستيكر متحرك من غير خلفيه وتحطه في اي ابلكيشن، منهم واتساب، منهم انستجرام، منهم اي حاجه. انا انبسطت الصراحه لو هو ما قفلوهاش على ابل، عشان لو ده كان حصل كنت هتضايق قوي. ده بالاضافه للفيس تايم ممكن تسيب للشخص فيديو مسج لو هو ما ردش عليك. بقى في فيتشر اسمها تشيك ان ممكن تشاركها مع العيله بحيث حد يقدر يتتبعك ويطمن اهلك ان انت وصلت المكان او انت رحت او انت بتيجي وكده. والفيتشر اللي خلت كل الناس تفتح وهي ابديتس الاير دروب. لما يجي لك اير دروب المشهد بيكون مختلف شويه، بيقول لك هنا اير دروب، بيقول لك عايز تاكسبت مش عارف ايه. فلو دوست اكسبت هتلاقي فيه انيميشن لذيذه كده. في الايفون 14 الانيميشن دي بقت جوه الديناميك ايلاند، بتكبر وتصغر، بس هنا هي في المكان ده. الاهم ده دلوقتي بقى حاجه تسمى بالنيم دروب. لما تفتح ابلكيشن كونتاكت، تفتح الكونتاكت بتاعك وتمسك موبايل والتاني جنب بعض، هيقول لك مره واحده انت عملت نيم دروب، انت عملت شير للكونتاكت بتاعك مع الشخص التاني. زمان تقول له طب افتح كده 0123345 يوسف عاطف لوندي @gmail والعنوان مش عارف فين، او تمشي بالبيزنس كارد بقى تقعد توزع. او لو انت روش كان معاك بقى البيزنس كارد اللي هي تابابل، اللي انت تعمل كده فتتنقل او تلبس بقى حاجات روشه. دلوقتي بقى الموضوع كله كده بالموبايل، انت بقيتش محتاج فكره انك تكون شايل حاجه او تكون بتعمل اي حاجه، كله بالموبايل. وكمان بالابل واتش، تمسك الابل واتش تتابت على اي حاجه كده فتنقل الكونتاكت بتاعك، حاجه لذيذه جدا. برده فيتشرز روشه جدا اير دروب دلوقتي، لو انت بتنقل انت وحد فايل او فيديوز او كده ومحتاج تمشي لسبب ما، اير دروب بيكمل ينقل عن طريق الانترنت. طبعا دي حاجه تبقى وحشه جدا لو انت وانت بتنقل الفايل في النص كده الاير دروب هنك، ودي حاجه بتحصل. فلو انت هنكت هتنقل عن طريق 4G، باقتك يعني في سلام خلص. دي فيديوهات بقى بينها بالكواليتي الاصليه 5 6 جيجا بقى، فالباقه كلها كام اصلا جيجا عشان تنقل 5 6 جيجا فيديو، فاهم؟ تاني فيتشر جامده جدا هي فيتشر في الكيبورد اسمها ان لاين تايبنج، ودي حاجه باختصار لما تيجي تكتب كلمه هو بيكملها لك مش في الكيبورد، بيكملها لك في التكست، يعني زي اي كده بيتعرف انت بتكتب ايه وبيكمل لك بقيه الجمله اللي انت عايز تكتبها. لو هاي بعد كده بيكمل لك ماي نيم از مش عارف ايه، بس تقول له مثلا بيست بيكمل لك ريجاردز يوسف عاطف لويندي تحت، بيكمل لك الكلام اللي انت بتكتبه. والكلام ده كان بيحصل في الايميل من زمان، ولكن جديد دلوقتي بقى يحصل في كل حته في النظام عن طريق ابل كيبورد. دلوقتي انت مش محتاج تقول لها هي سيري، انت ممكن تقول لها سيري اخبارك وحشاني عامله ايه، فانت اختصرت كلمه زياده بدل ما انت بتقول هي مش عارف ايه، بقت زي الاسيستنت الثانيه، زي ما انت مثلا ممكن تقول اليكسا، زي ما انت ممكن تقول جوجل، بنت جوجل، فانت هنا ممكن تقول لها بنت سيري،
بترد عليك على طول. اخر اليوم بالليل وانت حاطط موبايلك على الماك سيف تشارجر او اي شاحن وعامله لاندسكيب، الموبايل اوتوماتيكلي بيقفل الشاشه ويحولها لسكرين جديده كامله فيها 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 لذاذه، فيها اي ويدجتس انت عايز تحطها، واللايت سنسور بتاع الموبايل بيشتغل لما الاضاءه تقل بيقل معاها، حاجه كده اولويز اون ديسبلاي، ولكن اولويز اون كاستمايزبل، ممكن تحط فيها اي حاجه انت عايز تحطها. والموضوع بجد من الصور والفيديوهات فعلا روش، ولكن خليني اقولها كده ان حرفيا الباتري هيلث في ذمه الله. هي اصلا رايحه ابداها في 14 برو يا جماعه، الموبايل ده اشتريته من 8 شهور 9 شهور اول ما نزل، حاليا البطاريه 92%. انا مش فاهم ازاي انت عايز تسرع الموضوع اكتر بقى وتخلي البطاريه توصل 70% في اسرع وقت، ممكن تعمل نايت ستاند مود ده كل يوم وهتلاقي البطاريه راحت. وغيرها كتير 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 من الفيتشرز، ولكن دي الحاجات اللي انا نزلتها وفعلا جربتها وعجبتني وقلت اشاركها معاكم. لو عجبك الفيديو لازم تكون عامل لايك، لازم تكون متابع عشان الفيديوهات اللي جايه، عشان الفيديوهين الجايين، ودي كده يعني امانه عندكم كده، انا اليومين الجايين يا جماعه هتشوفوا محتوى يوتيوب مركز عليه اكتر، هتشوفوا حاجات لذيذه قوي، فلازم تكون مشترك. اشوفكم